خيارنا خيارنا ديمقراطية شعارنا. يلا حراركم كيفه فخلوش ارتاح ارتاح يا مدارتنا للتنمية آمالنا أمام رب حسننا بالسلم والسلام فخرنا كنت حضرت الدفعات بالتوجيهات والكفاءات والطريقة ديال النقاش، وكنت كنقول في بالي بأن هذا شيء فيكسيون، ولكن من بعد المشاركة ديالي في المحطة التاريخية اللي دارها الحزب منذ 5 سنين تبين لي اقتنعت بان هذاك السيونس فيكسيون ولات حقيقه، وباننا كنفتخروا بالانتماء ديالنا لهذا الحزب. هذا الحزب اللي رجع ثقه المواطن في العمل السياسي، واللي كيقوم بالمهام ديالو كمؤسسه حزبيه في العديد ديال المحطات: التأطير، التكوين المستمر، الهيكله، الانصات، البحث عن حل المشاكل ديال المواطنين بجديه وصدق. وهذه هي السياسه اللي بغاو المغاربه. الكفاءات ديال الحزب ديالنا بقيادتكم الاخ رئيس، وهذا الشيء اللي وصلنا لهذه المحطه الحاسمه من بعد العديد من المحطات والافكار الناجحه للخروج ببرنامج متكامل يستجيب لتطلعات المغاربه تحت شعار تستاهل ما احسن. وحنا اليوم كنقول لك سيد الرئيس، تستاهل كل الاحترام والتقدير، وانا قلت لك وقت اجلال واحترام على العمل. ديالكم الاقليم ديال قسيف، لان في المحل اللي توقيع حل الخير، وهذا الشيء في التتبع ديال هذا، وكنا كنصادروها بفارغ الصبر هذه الزياره للاقليم ديال قسيف الفاتي. هذا الاقليم اللي مازال ما خداش النصيب ديالو من التنميه اللي كتعرفها بلادنا بخصوص العقلين الاخيرين. هذا الاقليم اللي هو قروي بامتياز، فلاحي بامتياز، واللي بالرغم من الامكانيات الطبيعيه اللي كيتوفر عليها والموقع الاستراتيجي ديالو، فمازال كيفتقر للكثير والمواطنين كيعانوا الكثير. لكم عن جزيل الشكر لوضع اعتقادكم بي وتزكيتي لخوض غبار انتخابات تشريعيه بالاقليم. وكان عهدكم ان ابذل جهدي في خدمه الصالح العام، وان اكون عند حسن ظنكم وحسن ظن ساكن الجرس. أخ الرئيس، هذا الاقليم الفتي ذا الطابع القروي والفلاحي ينتظر الكثير، حيث لن ينل بعد نصيبه من التنميه التي تعرفها بلادنا، خصوصا في العقدين الاخيرين، بالرغبه من مؤهلاته الطبيعيه وموقعه الاستراتيجي ورجالته المشهود لهم بالجد والعمل والتحدي. وغيرتي عن هذا الاقليم ستكون جرعه تحفيز وحماس للعمل جاهدا على خدمة الساكنة والإنصات لمعاناتهم ومشاكلهم والبحث عن الأفكار لأولياتهم ومطالبهم والدفاع والترافع عليها بكل ما أتيت من قوة، خصوصا وأنني داخل حزب يتشكل من خيرة رجالات الوطن مشهود لها بالكفاءات والعمل. المخاطر تحت، المواطن في الدماء، 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 المخاطر تحت، المواطن في الدما
يتشكل من خير من خيرة رجالات الوطن، مشهود لهم بالكفاءات والعمل المعقول، وله رصيد قوي في النجاحات والإنجازات التي دائما تفوق الوعود. الشيء الذي أكسبه ثقة المواطنين وتعاطفهم. وفي الأخير نطلب منكم الله تعالى ونطلب من الله التوفيق لما فيه الخير لوطننا، والسلام عليكم ورحمة الله. حزب عزيز الدكتور مستر 40 سنة وهو كيعمل وكيخدم، ولكن اللي عارفو في هاد الخمس سنوات غادي نقولو انا ثورة ثورة اللي قادرة السيد الرئيس عزيز أفنوج العمل الدؤوب ونضم الحزب على جميع المستويات الهياكل ديالو وعلى التنظيمات الموازية باش يكون جميع شرائح المجتمع عندها الأماكن ديالها العمل، الشباب والنساء والتجار والأطباء والمحامون والسائقين ديال السيارات، ونزيد عليهم إن شاء الله باش كل الفئات اللي في المجتمع تكون عندها المنابر ديالها فاش كتكلم وفاش كتحاور وفاش كتدور على المشاكل ديالها والأولويات ديالها. كان ايضا عمل دؤوب اللي ما وقفش وحنا تابعينه ما كتبقاش عندنا مشيت مع سي توفيق زرنا كل المناطق اللي كاينين في مدينه كرسيف وشرحنا لهم البرنامج ديال الحزب ديالنا اللي استقبلوه بواحد الفرح، وهما وعدونا باش انه يتعاونوا مع الحزب ديالنا، وفي نفس الوقت سمعنا المشاكل ديالهم في كل المناطق، ووعدناهم بان الحزب ديالنا ان شاء الله الى وصلنا الحكومه تعهدنا باش انه نساعدوا هذه المنطقه اللي كتعاني بزاف. كما قلت لكم الحزب جاب واحد البرامج عديده اللي جات 100 قافله بعد ما توجه الحزب 100 مدينه، ومجمع كاع المشاكل اللي كاينه ديال الساكنه، وخرج واحد البرنامج اللي فيه 25 التزام يعني كلها كتهم المواطن، كتهم المشاكل ديال المواطن، ما بينها مشكل ديال الشغل، مشكل ديال الصحه والدراسه. هادشي كامل طرقناه مع ساكنة كرسيف. الاخوان عرفوني تعرفوا عليا انا الحزب امنت به وعملت بكل جهد ديالي في الخارج وتعاونت مع الحزب وكنت معززه بالحزب ديالنا. هضرنا مع الجاليه وهضرنا مع الناس ديال الجهه الشرقيه وشرحنا لهم البرامج ديالنا، وكانوا كلهم يعني مساعديننا وفرحانين بهذا البرنامج اللي قلت لكم يعني نتعاونوا مع الحزب ديالنا نديروا يد باليد باش انا ان شاء الله نديروا الرئاسه ديالنا. خاصنا نخرجوا كل الشارع نصوتوا العائلة ديالنا كلهم يخرجوا معنا، وانه ان شاء الله يد بيد غادي نكونوا في الحكومه وان شاء الله كاع الوعود اللي عطيناها ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.